ماي اكسبيرينس مع بيكن كانت كويسه جدا لان انا كنت محتاج يعني كنت محتاج اكتر معلومات في الفيلد بتاعي عشان انا لسه تريجري لسه حاجه جديده عليا ولسه كوربريت تريجري حاجه جديده عليا فكان تحت باخد حاجات انا محتاجها في الشغل وكان بالنسبه لي براكتيكال جدا بعيد عن الثيوريتيكال انفورميشن اللي بتفيدني في حياتي عامه. صراحة الاكسبيرينس كانت حلوة قوي عشان الترينينج يعني أول مرة نتكلم عن حاجات زي التريجري وكده أنا ما كنتش أعرفها خالص فكانت اكسبيرينس لطيفة. الاكسبيرينس بتاعتي مع الترينر كانت سبورتيف قوي هو بيشرح كل حاجة بيدي كل الانفو اللي هو عارفها مش بيقف معاك في أي حاجة أي حاجة أنت محتاجها بيوصلها لك على طول. أنا أخدت كورسات كتير على كورسيرا بالاخص اخذنا كورسات مع شركات كبيره بس بيكن كان متقدم خطوه لانه كان عم يعطيني شيء لايف كان عم يعطيني شيء اون سايت عم يعطيني اكزامبلز ريل لايف اكزامبلز ماي اكسبيرينس مع بيكن كانت حلوه كثير واكيد بدي ارجع اجربها واكيد ام ايمينج لارجع اخذ سيرتيفيكت اكثر مع بيكن ان شاء الله. ماي اكسبيرينس وذ بيكن في كوردينيشن واز بيرفكت لا الماتيريال كل حاجة بتوصل أول بأول سواء في the account أو the email السلايدز بتبقى كويسة ال powerpoint presentations بتبقى structured كويس الترينر actually he seems to be very knowledgeable في الفيلد بالذات مفيش أي من الأسئلة اللي سألتها ما تجاوبش عليها he was very helpful و very keen إن إحنا نتعلم الحاجات اللي هو بيشرحها فلا he was excellent communication skills were very good كمان محتوى الكورس يعني لا كويس جدا ومفيد جدا للبوزيشن بتاعي واي حد في تقريبا في مجال الفاينانس هيقدر يلاقي حاجه من الكورسز تساعده في مجاله